نحن الآن في مخبر التقنية الحيوية في قسم الأصول الوراثية في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المعروف بإيكاردا. العمل الرئيسي لهذا المخبر هو مساعدة مربي النبات على انتخاب أصناف جديدة مقاومة للأمراض والحشرات، بل وقابلة أيضا للتلائم مع الظروف المناخية غير الملائمة. هناك طرق تقليدية كثيرة للتوصل لمثل هذه الأصناف، لكن ذلك يستغرق فترة لا تقل عن 10 سنوات. أما اليوم فبوسعنا استخدام طرق التقنيات الحيوية وبلوغ نفس هذا الهدف بأقل من 4 سنوات، أي بأقل من نصف المدة تقريبا. تعتمد التقنية الحيوية على استخلاص المؤشرات الوراثية للنبات، موضوع البحث، وهنا العدس هو موضوع بحثنا في هذا المخبر، من الحامض النووي الذي يحمل الصفات الوراثية لكل خلية حية نباتية كانت أو حيوانية. من المعروف أن هذه البحوث كانت تطبق أصلاً على الدراسات الوراثية الخاصة بالخيال الإنساني، ثم طبقت على الحيوان والآن على النبات أيضاً. لقد سمعنا كلنا عن الDNA أو الحامض النووي الذي أشرنا عليه مسبقاً. يتلخص عملنا باستخلاص هذا الحامض النووي الموجود في الخلية النباتية، وزي ما قلنا يحمل جميع الصفات الوراثية للنبات، ثم نعمل على إيجاد الارتباط بين صفة المقاومة ومؤشرات وراثية أخرى، وهذه الصفة التي نريد إدخالها. تؤخذ هذه الصفات الوراثية الجديدة عادة من النباتات البرية المعروفة بمقاومة للصقيع أو الحشرات أو الأمراض. من ناحية العملية هنالك مرحلتان. المرحلة الأولى تتم في المخبر، حيث نستخرج الDNA أو الحامض النووي يحمل الصفة الوراثية الكاملة للصفة المطلوبة، ثم نقوم بعمل بصمة وراثية، وسميت بصمة لأنها مثل بصمة الإنسان أو الموجودة بالإبهام. وبعد الانتهاء من صنع البصمات الوراثية للنباتات، نقوم بتحليل المعطيات الإحصائية المخبرية منها والحقلية، ثم التعرف على المؤشر الوراثي المطلوب معرفته. تقليديا كانت تنتخب الصفات في الحقل، بعد عمليات انتخاب تتم تحت الظروف الممرضة أو تحت الظروف القاسية مثل البرد أو الصقيع أو الملوحة مثلا، لكن كما أسلفنا يستغرق ذلك أكثر من 10 مواسم، أي 10 سنوات. طبقنا التقنية الحديثة هنا في إيكاردا على محصول العدس، والعدس كما هو معروف من المحاصيل الغذائية الهامة التي يعتمد عليها كثير من فقراء الريف في أنحاء العالم. لكن هنالك مرض خطير جدا هو زبول ساق العدس، يصيب هذا المحصول ويقضي على مواسم بأكملها في سوريا أو في كثير من بلدان المنطقة، بل وفي بلدان العالم المنتجة للعدس. قد تمكننا من إيجاد مؤشر مرتبط بمقاومة الزبول في العدس، وتمكننا أيضا من استعمال هذا المؤشر للحصول على محصول جديد، أي انتخبنا أصناف جديدة مقاومة لمرض زبول العدس باستعمال هذه التقنية الحيوية أو مؤشرات الحامض النووي.